على الرغم من معرفتنا بندرة الأصدقاء الحقيقيين وصعوبة الحصول عليهم، نتعرض بين الحين والآخر إلى خيبات أمل ببعض الناس الذين لطالما اعتبرناهم مخلصين لنا. وكلما كانت علاقتنا بهم أطول وأعمق، كان الألم النفسي أشد عند اكتشافنا الحقيقة، وربما يتعدى الأمر ذلك إلى أضرار جسيمة على حياتنا نتيجة الثقة التي منحناها لمن لا يستحقها، ولأن حدسنا قد يخدعنا ويورطنا بعلاقات شديدة الخطورة تحت رداء الصداقة. سنتعرف في هذا الفيديو على علامات الصديق المزيف الذي عليك عدم التغافل عنها حتى لو لاحظتها لمرة واحدة فقط. التصنع. عادة ما يكون الصديق المزيف شخصاً متصنعاً في حياته، حديثه مملوء بالادعاءات الكاذبة، ويتصرف بطريقة غير حقيقية وكأنه يحاول لفت الانتباه بشكل مستمر. ينسب إلى نفسه صفات ليست فيه، أو يختلق المشاعر حسب الموقف ويبالغ في إظهارها. الأنانية. الصديق المزيف شخص أناني من الداخل، لا يهتم بمشاعر وحاجات من حوله، وغالباً ما يتهرب عندما يشعر أنه مطالب بالتضحية أو بتقديم شيء ما، إلا أنه بارع في إخفاء ذلك عن أصدقائه بشكل يضمن له الاستفادة منهم دون تقديم شيء يذكر. عدم الالتزام. لا يلتزم الصديق المزيف بالعهود والمواعيد بشكل عام، وكثيراً ما ينسى أو يتناسى وعوده التي يقطعها لأصدقائه، وهو ما يجعل إطلاق الوعود أمراً سهلاً لديه، لأنه ينوي سلفاً عدم الالتزام بها، فهو يطلقها من باب التخدير والمراوغة لا أكثر. التنمر والتثبيط. من الصفات الأسوأ للصديق المزيف أنه يتنمر على أصدقائه مستخدماً معرفته العميقة بهم للسخرية منهم، ويستغل أي فرصة لإحباط من حوله والاستهزاء بطموحاتهم وأحلامهم وطريقة تعبيرهم عنها. عدم التسامح. لا يستطيع الصديق المزيف أن يتسامح مع زلات أصدقائه أو يغفرها مهما كانت صغيرة أو غير مقصودة، ويتعامل مع أي انتقاد يوجه له بشكل حاد في سبيل أن يبدو دائماً بمظهر المعصوم عن الخطأ. النميمة. من الصفات المعروفة للصديق الحقيقي أنه يحافظ على صورة أصدقائه أمام الآخرين ويدافع عنهم في غيابهم، بينما يجد الصديق المزيف متعة خاصة في جلسات الغيبة والنميمة للنيل من سمعة أصدقائه والحط من شأنهم. إفشاء الأسرار. يسعى الصديق المزيف إلى معرفة جميع أسرار من حوله والاحتفاظ بها لاستخدامها وقت الحاجة، فبينما يخبره الآخرون بأشد أمورهم خصوصية نتيجة اعتباره صديقاً أميناً، يستعملها هو لتلميع صورته على حسابهم أو يستخدمها في لحظات ضعفهم لابتزازهم والضغط عليهم. الغموض المتعمد. يدرك الصديق المزيف خطورة الأسلحة التي يستخدمها مع الآخرين، وهو ما يجعله يغلق المنافذ التي قد تكشف حقيقته أو تلحق ضرراً به قدر الإمكان، فيخفي معظم أخباره وصفاته ويغطيها بالأكاذيب والادعاءات لإخفاء عيوبه ونقاط ضعفه. الحسد. يتظاهر الصديق المزيف بحب الخير والنجاح لمن حوله، إلا أنه في الحقيقة يغلي من الغيظ عند رؤية إنجازات أصدقائه أو الحديث عنها، وربما يمضي شهوراً في التخطيط لتدمير نجاحات الآخرين مهما كلفه الأمر، فهو لا يريد أن يصبح مثلهم بقدر ما يتمنى زوال ما لديهم من نعمة ليهدأ باله وتبرد نار الحسد بداخله. التواجد حيث المصلحة. تعتبر هذه الصفة من أبرز علامات الصديق المزيف، ولا يتطلب الأمر سوى مراقبة نشاطاته وتحركاته لبعض الوقت لملاحظة أنه يظهر فقط في الأماكن التي يستفيد منها بشكل مباشر، ونادراً ما يتواصل مع صديق لا يحتاجه بهدف الاطمئنان عليه كما يفعل الأصدقاء الحقيقيون. هل واجهتم هذا النوع من الأصدقاء المزيفين؟ أخبرونا في التعليقات كيف تعاملتم معهم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.